السلام عليكم. في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها والي ولاية الجزائر العاصمة، نقف اليوم على زيارته إلى الأشغال أو موقع الأشغال نتاع مستشفى براقي، اللي حسب الصور يعني راه في حوالي 60 أو 70% من نسبة تقدم الأشغال. إذن في هذا الإطار نروح نشوف أين وصلت الأشغال. وللعلم أن المستشفى هذا في براقي يتسع ل 120 سرير، وكاين 3 مستشفيات من هذا النوع في كل من ولاية براقي وعين بنيان ورغاية. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.